could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hand. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بما أني رايحة أشتري العشاء بيتزا من السوبر ماركت الريبة، فقلت خلوني أعمل معاكم فيديو في الثلاجات حق الريبة، لأني اليوم بشتري من الثلاجات، فقررت أني أعمل لكم فيديو تستفيدوا منه وبعض المعلومات عن الريبة. هذا مثلا أمامي الآن، شوفوه كياس عن شركة ياء. شركة ياء جميلة جدا، ولكن في بعض الأشياء حقها مو حلال، مثل هذا مثلا، هذا شباين، هذا خنزير، فلازم ننتبه عندما نشتري إذا كان حلال أو لا. ولكن هي بشكل عام تعتبر أجود نوع حق الياء وأرخص كمان. مثلا هذا الناجتس، في أشياء عندهم كويسة، بس لازم ننتبه إذا كان حلال أو لا، خاصة اللحوم فهي مش مبين انه حلال او لا، ضروري ننتبه في هذا الموضوع، خاصة في بعض الشركات اللي ما تكتب. انا بوري لكم هنا بعض الشركات كيف اذا كانت تكتب عن هذا الموضوع او لا، ولكن بشكل عام تعتبر ياء من افضل الشركات وارخصها. بالنسبة لهذه الشركة، شركة برجر، في تعمل بعض الاشياء الحلال وتكتب فوقها كمان انه حلال، مثل هذا شوفوا مكتوب حلال بالواضح، يعني فيه همبرجر واضح انه برجر موجود حلال، ومكتوب فوق العلبة حلال، يعني ما بتحتاجون انكم تبحثون عن ما اذا كان حلال او لا وكذا، يعني مكتوب واضح. هذا بالنسبة لهذه الشركة، شوفوا مكتوب HAL الحلال، واضح يعني انه حلال. وفي نوعين منه، في برجر وفي كمان على شكل شاورما. في بعض الاشياء طبعا جنبها مو مكتوبة، والواحد يشوف اللي هو مكتوب فياخد منه الحلال، يعني مو انه كله مش حلال، لا، في كمان موجودين اشياء حلال في ثلاجات السوبر ماركت. كمان بالنسبة لهذه هذه الشركة فيها حلال، كل هالشركة هذه تعمل لك أشياء حلال. فمثلا بتحصلون في الباكيت حق الشركة هذه موجودة شكل دائري مكتوب بالعربي حلال، يعني واضح إنه حلال. وفيها عدة أنواع، سواء كان نقانق، ناجتس، عندهم كمان دجاج، لحمة، موجود كل شيء، وكله موجود إنه حلال، وكاتبينها باللغة العربية واضحة. وكمان في خلفية الباكيت بتحصلون كمان شرح عن كل شيء بالعربي، باللغة العربية موجودة في هذا الشركة. هنا موجود وبشكل واضح انه حلال، موجودة على الباكيت، انا بوري لكم الان، شوفوا كيف، هذا هو حلال بالعربي، واضح انه حلال، يعني ممكن تاخذونه بكل وانتم مطمنين. طبعا بالنسبة لهذه الأشياء غالبيتها هنا اللي موجودة في هذا، مثلا شوفوا مكتوب شباين، يعني واضح انه خنزير، يعني بصراحة كل شيء مكتوب، يعني ما فيش اي خداع ولا شيء. هي شركة ياء، صحيح انها ارخص شركة واجود، بس فيها بعض الأشياء اللي هي زي ما قلت لكم، ولكن ممكن الواحد ينتبه وياخذ الحلال. بالنسبة لهذه الشركة كمان بالنسبة للبيتزا، في موجودين بالسمك، مثل هذه مثلا باللاكس موجودة وكمان موجودة بالخضار، ممكن تاخذون حب خضار، شوفوا هذا كلها خضار، ما فيهاش أبدا فيها لحوم، لكل النباتيين وللناس اللي شاكين إنه يكون فيها لحمة أو شيء، هذا تعتبر بيتزا نباتي، ممكن تاخذونها وانتم متأكدين انه ما فيهاش اي لحوم. بالنسبة لدكتور اوتكر، في عنده كمان هذا النوع من
شكل البيتزا، وهي مش بيتزا يعني بيسترو يسموها. ففيها سلامي، يعني مثلا هذه فيها سلامي طبعا مش حلال، ولكن في كمان بالشامبينيون ممكن تاخذون بالخضار، تاخذون بالتونة، وتتجنبوا شوفوا هذا كمان بالجبن بالموزاريلا والطماطم. يعني ممكن تاخذون الاشياء اللي فيها جبنة او خضار، ممكن الواحد حتى بالصورة تبين. وبتلاقون كمان في خلفية الباكيت موجود المحتويات السوتاتن ايش اللي موجود فيها. انا عن نفسي طبعا اخذت باللكس هذا النوع لانه سمك، وكنت متأكدة انه طبعا بما انه ما في انه حلال بما انه سمك، فاخذت هذا النوع من البيتزا. في كمان انواع اخرى من اللحوم بس طبعا غير متأكدة من انه حلال او شيء، فالافضل انه الواحد يتجنب مثل هذه اللحوم. اما بالنسبة للبطاطس، في انواع كثيرة من البطاطس الجاهزة، الواحد ممكن ياخدها برضو من الثلاجة. في النوع الرفيع والنوع السميك، واسعارها كمان كويسة. في كمان مخبوزات مثل البروتشن سواء كان أبيض أو كان أسمر برضو موجودين ومفرز في الثلاجة، ممكن الواحد يأخذهم ويحطهم بالفرن فقط ويسخنهم، وممكن يأخذ من هذه النوعية إذا هو حاب. برضو مجمدة وموجودة في الثلاجات، بالإضافة إلى الكرواسو كمان موجود، وبعض الفطاير اللي هي المملحة كمان موجودة وممكن الواحد ياخدها. في كمان نوع برضو من النقانق، برضو كمان نباتية وموجود عليها إشارة النباتي، هذه الإشارة شوفوا الصفرة اللي هي عليها الأخضر، هذا الغصن موجود برضو، ممكن تاخدوها وانتم مرتاحين لأنها هذه الأشياء كلها نباتية وما فيهاش أي لحوم. شوفوا موجودة هذه في الثلاجة وبأنواع مختلفة. كمان في أنواع كثيرة من البيتزا من شتاين أوفن، هذه الشركة، في بالدجاج، في بالسلامي، في كمان بالموزاريلا بالطماطم، يعني ما فيهاش أي خضار أي ما فيهاش أي لحوم، ممكن برضو الواحد ياخذها. هذه كمان بالشباجل، لكن في بشنكن ممكن الواحد يتجنبها كمان مثل هذه الأشياء، ولكن برضو بالإضافة إلى اللحوم برضو فيها بالخضار، يعني الواحد ممكن ياخد اللي هو يشوفه أفضل له. كمان كمان بالنسبة للبيتزا دكتور أوتكر، هذا النوع من البيتزا، أنه في عندهم أنواع كثيرة. في كمان بس لازم الواحد ينتبه مثل هذا البورك، هذا تعتبر خنزير، الواحد يحاول انه ما ياخذ منه. كمان السلامي اللي هو بابروني مع سلامي كمان، انما في انواع تانية مثل الجبن، هي اكسترا كيزة جبن فيها، اللي هو انواع فيها موزاريلا جبن موزاريلا او خضار او سمك، هذا ممكن الواحد ياخذ منها وهو متأكد انه ما فيهاش حاجة، لانه دكتور أوتكر يعني تعتبر مشهورة وفيها انواع كثيرة من البيتزا، ممكن الواحد ياخد منها من انواع اخرى غير اللي فيها لحوم. كمان هذا النوع اللي هو البيتزا للريفة البيو برضو موجودة نباتية مثل هذه الاشارة، تشوفون اشارة تدل على انها ما فيهاش اي لحوم. اخذت 2 بيتزا قلت اليوم نجربهم. هذا البيتزا اليوم بالسبانخ، اول واحدة هذه بالسبانخ والجبنة. طبعا مثل ما قلت لكم انه لما تكون فيها خضار يعني اكيد بتكون ما فيها شيء حلال، شيء
انه يعني حرام. وكمان موجود هنا، موجود بتحصلون في هذا المكان مكتوب زوتاتن. زوتاتن معناته المحتويات، ايش تحتوي على ايش. فقرأت هنا انه ما فيش اي حاجة فيها لحوم. وكمان هذه النوع الثاني برضه بالسمك، حتى عاملين الإشارة السمك هنا موجودة، فبرضه ما فيهاش أي لحوم، يعني بتكون كمان حلال. خلونا نسويها ونجربها ونشوف كيف إذا كانت لذيذة أو لا. هذه ويلا نشوف. طبعا البيتزا تنخبز على درجة حرارة 200 درجة في فرن، في الفرن على درجة حرارة 200 درجة. وكمان لمدة 20 دقيقة. طبعا لما نطلعها هي تكون بهذا الشكل، شوفوا كيف فيها جبنة وسبانخ، وموجودة في الكيسة. نطلع الكيسة وندخلها نطلع الكيس وندخلها بالفرن. الثانية نفس الشيء، شوفوا كيف. هذه بالسمك اللكس، حاطينها كمان باللكس. طلعتهم من الفرن، طبعا كان المفروض اخليهم، انا خليتهم 20 دقيقة، فصارت شوية شاحطين مثل ما تشوفون، لانه كان المفروض ما خليهمش يذوبون، وانا خليتهم يذوبون وبعدين دخلتهم بالفريزر، فصاروا شوية كريسبي. لكن برضو كان افضل، لانه كان افضل انه وطعمه ألذ لما يكون كده. هذا النوع طبعا نوع رفيع، نعم طعمته طب لذيذ جدا وحلو، ومثل ما تشوفون مقرمش. وخلونا الحين نجرب النوع الثاني. واللي مش مشتركين في القناة يا ريت يشتركون إذا عجبهم الفيديو، ولا تنسوا اللايكات والتعليق، وتقولوا لي إذا كان أي موضوع حابين أعمله لكم ممكن أعمله لكم وأصور لكم الموضوع اللي تريدونه. هذا بالنسبة للجبنة الثانية، كانت أسمك، العجينة حقها أسمك، والجبن فيها كثير، وكمان فيها كريمة. نطعمها ونشوف كيف كانت. هذه بصراحة مبين عليها لذيذ، فعلا فعلا لذيذة. وفي الأخير استودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتشوس.